بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مرحبا بكم على قناة سي تي سي في مسلسل مايكروسوفت.com عن قصة حياة بيل جيتس، ومع الحلقة العاشرة من هذا المسلسل بعنوان بيل جيتس يودع مايكروسوفت باكيا ليعمل في جمعية خيرية. تحالف جاوي للقاحات والصندوق العالمي والمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وزعم أنها أفضل استثمارات قام بها على الإطلاق. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. لكم خالص تحياتي.